شكلت بحيرة تركيز خزانا زراعيا وموردا اقتصاديا اعتمد عليه كثيرون في توفير قوتهم. فهل ما زال سهل تركيز يطلع بهذا الدور؟ وهل من تغير أحدثته الاستصلاحات والتحولات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة؟ قديما سموها وادي القبلة حينما كانت محجا لمن أراد أن يتزود بمؤونته من الحبوب التقليدية من مناطق شتى من الوطن. أيام كنا نعتمد أساسا على إنتاجنا المحلي من الحبوب في قوتنا اليومي، لذلك لعبت دور خزان البلاد ومصدر تزويد أنحاء شتى من هذا الوطن بالحبوب. إنها بحيرة تركيز كما أصبحت تسمى اليوم. هذه المنطقة اللي قال لها مشروع بحيرة تركيز منطقة تاريخيا كانت مستقلة من 1913 بالزراعة التقليدية، وكانت هي الخزان الاقتصادي للمنطقة اللي هون كامل، وتقليديا اللي نسموا عن والدينا واللي دركنا مشرية من عند خيمة ينقال لها كنات بمبلغ من البقر، وقطشر عليها ياسر من الأمور لتثبيت ذيك المسائل ذيك. فهم كتابات عندنا تقليدية فيها نصراني في المدرسة، وعاقبوا أمي وعاقبوا العدود وسابقوا العدود بابه اللي شيخ سيدية. معناها المنطقة تعرضت لياسر من الهزات غير كانت نتيجة من يوم شرايو إلى اليوم ما قط يكون مستغل. هي ميزته الوحيدة. القط تعطل فيه فترة الاستصلاح، وكانت فترة كارثة على السكان في ذيك الفترة اللي كانوا عملهم الا الزراعة البحتة، ما عندهم مصادر اقتصادية أخرى. حتى الجماعات اضطرت ذاك الزمن لتدعم الناس اللي كانت تحرز ولا يحرز. شلون احنا كنا اصلا لا مزارعين تقليديين. كنا تقليديين اصلا. والمشروع ما كنا نعرفه مثلا قضيته. وجات الدولة وراغتها عليه مرات وبعت. عقبوا مليا لا عقبوا دخلوا فيه. ومنين دخلوا فيه ظهر لهم انه اشبه فيهم من اللي كانوا متباركين معه. ثانيا عن منين خلق ذاك انقطع منه ذاك اللي انقطع عاد مشروع وبقى ذاك الاخر عاد يدوروا فيه الخضروات والسنه ماضيه قاع هناتية رغنا ورا ذي المير اللي هو بالتقليديه منين سالي الفماتيه وانا اللي ارغب به. في الزمن الماضي نعدلوا الحراث التقليديه ونمارسوها وكثيرا ما الناس تعيش فيها حراسة الزرع هذا وادي القعان والشركاش وذا هو اللي كان اصلا يعدل في تركيز احيانا. هذه بطاقة تعريف بحيرة تركيز كما كانت تعرف، أما اليوم فقد أصبحت شيئاً آخر بعد أن ارتدت حلة جديدة ولبست ثوب الحداثة والعولمة تماشياً مع متطلبات العصر وما فرضته من تحول في العادات والأنماط الغذائية وأساليب الحياة بشكل عام. ذيك المناسبة جانا هون صندوق التعاون الفرنسي سنة 1984 84 وطرح لنا فكرة انه لا يعدل نموذج مثل اللي قال له استصلاح في الركيز. وحاش لنا ذيك الساعة اجتمعنا عليه احدى المجموعات التقليدية المحلية كامل، وكنت ذيك الساعة كلفني صندوق التعاون الفرنسي بالتنسيق بجمع المعلومات، جمع المجموعات المدرسة الهون. كانت في جماعة تاريخيا كان هون ابنه ولا ابن عبدان يعطيه الرحمة، كان ذيك الساعة من الجماعة المؤسسة والحنبيت من مجموعة تركيز كاملة التقليدية واجتمع بين الصندوق التعاون الفرنسي وشرح لنا الفكرة وعد لها عدل فينا 60 هكتار كنموذج انه لا اللي نجح يوسع لنا الاستصلاح ولا اللي ما نجح معناها اننا نختار تحت الحرية التقليدية. وكانت الناس جلا منها ضد الحرية التقليدية ضد الاستصلاح الجديد لانهم ما يعرفوا. وكان هون اللي قال له ازرع في بعض الفترات يكثر لين يعود سعره ما هو خالد. كم تقريبا؟ لين اعطيك نموذج، فترة من الفترات كنت هون عمدة في المنطقة. واصلاح هذا البلد بشكل ما هو معقول.
الين عاد كيلي الزرع ب 5 قيات. وطلبنا من الدوله في كل فتره انها تشري الزرع تشجيعا للمزارعين وتعطيه سعر اياك يستقر سعره. وشريت وقررت الدوله انها هي تشري 1000 طن من المنطقه ب 20 قيه. هذه 1990 تقريبا. وهون تجيه الناس من بوتيليميت ومن المدرره ومن نواكشوط ومن مختلف المناطق اللي دور الزرع. هذا تاريخ كان هو اللي خلقهم. المهم معدل تيك 60 هكتار وكانت ناجحه وخلقت التوسعه. ومنين خلقت التوسعه؟ من الناحيه الاقتصاديه البحتة تشوف انسان كان عنده لا شاتين من الناس اللي كانت عايشه لا على الزراعه في الحوض. الحمد لله اليوم بوتاتهم ينقلوا. ومن اين جاء الاستصلاح الجديد؟ اعطى فائده اشبه واعطى من الاخره عن الماء عاد محكم فيه من ناحيه الري. وعادت الناس الما واجدته جميع الفصول. انا ذاك كان ذيك الساعه كان يجبر لها فصله نقولوا السيل فصل موسمي كيف فصل الخريف الين بدايه الشتاء ويوفى ويرجع. وذاك حالا الاستصلاح اللي عدلت ان الدوله رافد العويجه استفدنا منه عنه عاد الماء متحكمين فيه جميع الفصول. وعدنا نجبروه الناس هم اللي مستفاده منه. ما عرفوا ما شاء الله تقطعوهم. راند ما هم منين يسلكم ولانا من العايق. اي ترايح تراوح ما بين 6 طناو او 5 طناو للهكتار. تحدث كل هذه التحولات بعد سلسله من الاستصلاحات خضعت لها البحيره. استهدفت زياده المساحات المستغله في الاغراض الزراعيه على اختلاف انواعها. حتى تتسع وتسع الجميع. هذا الاتحاد هو اصلا منشئ على اساس مجموعه من التعاونيات 56 تعاونيه كانت اصلا تعاونيات تمارس الزراعه التقليديه وكل فئه اجتماعيه تقليديه عدل التعاونيه زراعيه على اساس الارض اللي عندها. ومنين شكل المشروع اللي هو هذا المشروع اللي شفته هو اللي شكلت منه ذيك التعاونيات. بالتالي عادي قال الاتحاد التعاونيات الزراعية هي هذه من الناحية التنظيمية 56 تعاونية. وكل تعاونية توخذ أصلا مجموعة من المناديب حسب مساحتها. وذيك المناديب هي اللي تشكل الجمعية العامة وهي الهيئة التشريعية لهذا المشروع. معناه انه هو هاي يتالف من الناحيه التنظيميه بثلاث هيئات. الهيئه اللي هي الجمعيه العامه وهي الهيئه التشريعيه ولجنه الرقابه والمكتب. المساحات المستغله في الاغراض الزراعيه تضاعفت او في طريقها الى ذلك بعد ان تكتمل الاشغال في التوسعه قيد الانجاز. الاستصلاحات من الناحيه التاريخيه اللي قطوا عدلت اللي هي الاستصلاحات الحديثه قط انشئت فيه المزرعه اللي هي المزرعه النموذجيه اللي حاليا من ضمن المشروع الكبير 60000 هكتار. الهدف منها هو اقناع المزارعين بالزراعه المرويه. ونتيجه ذيك الساعه النجاحه تم انشاء هذا المشروع اللي تخلى الدوره الزراعيه 1997. ذاك التاريخ هو يمارس نشاطه الزراعي بكل كفاءه وبكل قدره. معناها انه يمارس الحملات الثلاثه. ودورة عود شفتوا مدى غمر مساحاته كامل بالأرز والخضروات ويغذي السوق الوطنية والمحلية بكميات هائلة من الأرز والخضروات والأعلاف. وعنده انعكاس كبير اقتصادي على المنطقة ككل وعلى الوطن بصورة عامة. بالنسبة لنا عمليات جيدة جدا ومفصول فيها ولا شك انكم شاهدتوا الاستصلاح هذه 4000 هكتار اللي مبارك معها حالا. والاستصلاح كان جيد جدا ونتائجه الاقتصاديه كيف قلت لكم. الناس كانت تحرس الزرع غير الزرع كان سعره عادي. بذيك المناسبه من اللي خلق الاستصلاح وتطورت الناس كانت النتائج جيده جدا. ويظل مشكل تسويق الانتاج بلا منازع اكبر تحد يواجه المزارعون في بحيره تركيز في الوقت الراهن. اما اذا ازدادت المساحات المستغله فسيكون الوضع اكثر تعقيدا. لذا يطالب المزارعون في البحيره بايجاد حلول تضمن
تسويق إنتاجهم وحمايته من المنافسة الخارجية كي يتضاعف الإقبال على الزراعة ويتبدد هاجس الخوف من كساد المحاصيل. والعوائق اللي عينا نجبروا فيها أساسا ذا اللي ينقالوا آفة الطيور، الطيور معنا جبروا التدخل في الوقت المناسب، وقضيتهم اللي الحاصدات زاد هم دائما طارحين إنه مشكلة بين اللي يطيب قاع ماره وعيه يتكي ويتلف ما جبرنا الحاصدات. منين عاد المشروع عاد يعدل؟ عندنا نعدلوا الخضرة ونعدلوا مارو، نعدلوا الخضرة على كل نوع ونعدلوا مارو، نعدلوه بالماء يا غير. منين عندنا نعدلوا الخضرة تبارك الله ونتجناها اللي عيينا نعودوا في نفس الوقت لا تعود عادية. هاي طماطة اللي هم احنا بزرعهم أسعارها متدنية حد إلى حد عن واحد منذ لك يصل هم يرفض إلى 2 كيل يسوي 12 مليون. ليش يسوي؟ سببوا تنافسها في المكان، وثانيا غزبوا لها دول المجاورة. طالبين من الدولة تحمينا وتحمينا مزارعنا، احنا لابد أن نمشي نعقبه. القطاع الخاص بدأ هو الآخر يستثمر في مزرعة بحيرة تركيز، حيث يعمل على جبهتين: توفير المعدات والآلات للمزارعين واستغلال مساحات زراعية لزراعة الأرز، واضعا بذلك لبنة جديدة في تنمية البحيرة. احنا هون كخصوصيين عندنا تعاون أساسا مع هذه التعاونيات، هون فهم تعاون خدمي وتعاون اقتصادي من حيث التمويل والتسويق. مثلا احنا بينا معاهم اللي سمحت لنا ظروفهم مولوهم بالمقابل مولين يجون في المزارع ونقبوا من عندهم مارهم ويسوقوه، احنا هم اللي يسوق مارهم. وفهم على المستوى اللي قالوا المدخلات الزراعية هون احنا هم اللي نجيبوهم لهون بالتعاون مع طبعا كامل اتفاقية مع الاتحاد هون على رئيسه علي الدمان، اكتبوا نجيبوه هنا تياه ونوفرهم من هون عندنا في منطقة هنا تياه، مثلا دينقار هنا تياه، عناقير هنا تياه، نجيبوه منهم وفهم يقبضوها من فم ياك يعود يسهلهم هما به اللي هما لكن اللي مو له هكتار مو له هكتارين ما يقدر يجي سد شهر، يسهلهم هنا تياه نقل يسهلهم هم بعض البيض لي زانكري. وراجين ان شاء الله عن هون فيه اقبال الحمد لله على 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 الزراعه. نحن هون كخصوصيين عندنا مزرعه وعندنا مولي مصنع للارز، مثلا هاي مادتنا معناها يخلق فم تبادل في التمويل وفي في 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 التسويق. والحمد لله مولي هون دائما الهكتار هون يوخص 6 إلى 7 اطنان الحمد لله، دائما اكثريا لا نجبر فيه الكميه تقريبا اللي لودوا لها. هي إذن خطوات قطعت في سبيل تطوير وعصرنة الزراعة على مستوى بحيرة تركيز، لكن الطريق المؤدي لهذا الهدف لا يزال طويلا ويستوجب مزيدا من الصبر والإصرار والمثابرة، لأن قطع 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة. السلام عليكم.